السلام عليكم، معاكم دكتورة نرمين صادق. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على الـ Active Transport Across the Cell Membrane. خدنا إحنا المحاضرتين اللي فاتوا الـ Transport Across the Cell Membrane وعرفنا إن هو بيبقى Classified into two divisions، الأولاني اللي هو الـ Carrier Independent Transport والتاني اللي هو الـ Carrier Dependent. خدنا الـ Carrier Independent كله و بدأنا في الكارير ديبندنت، خدنا فيه الفاسيليتيتد ديفيوجن. النهاردة إن شاء الله هناخد الأكتف ترانسبورت أكراد ذا سيل ميمبرين، وهناخد كمان الفيزيكولر ترانسبورت أكراد ذا سيل ميمبرين. نبدأ بالأكتف ترانسبورت أكراد ذا سيل ميمبرين. والحقيقة الأكتف ترانسبورت بما إن هو يعني مميز لان هو بكلمه active it means ان هو يبقى مختلف عن الفاسيليتيتد ديفيوجن والسيمبل وهكذا. ليه؟ لان احنا عارفين ان لو انا عندي ده cell membrane، دي cell، ده الممبرين بتاعها، ده membrane of the cell، والممبرين ده هو اللي بنعمل transport للمولكيولز اللي احنا عايزين ننقلها سواء من جوه السل لبره السل او العكس. لو انا المولكيولز اللي انا عايزه انقله، كل اللي احنا خدناه المحاضرات اللي فاتت كان بيبقى الكونسنتريشن اوف مولكيولز جوه السل بيبقى اكتر من بره، فلما اجي انقله من جوه لبره كان بيبقى سهل يتنقل. انما لما يكون بقى هنا في الاكتف ترانسبورت الموضوع معكوس، ان الكونسنتريشنز اوف ذا مولكيولز اللي انا عايز اعمل لها ترانسبورت من هنا من جوه الخلية لبره الخلية، الكونسنتريشن بتاعها جوه الخلية very low مقارنة بالكونسنتريشن اللي بره الخلية outside the cell. الكونسنتريشن inside the cell very low، concentration outside the cell high، so the transport will be against concentration gradient. It means from low concentration to high concentration. Against concentration gradient يعني مش مع الكونسنتريشن، مش بمشي من الهاي تو لو، ده اسمه اجنست. لا، انا بمشي من اللو تو هاي، فده ايه؟ ده الاجنست بتاعي. بما ان انا مش بمشي من الهاي تو لو انما بمشي من اللو تو هاي، يبقى ده اسمه اجينست كونسنتريشن جريدينت. فاول حاجه تميز الاكتف ترانسبورت ان هو اجينست كونسنتريشن جريدينت، فروم لو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن، وده عكس اللي احنا خدناه كله في المحاضرتين اللي فاتوا. بما ان الكونسنتريشن بتاعي او الترانسبورت من اللو تو هاي، فده احنا بنشبهه لو احنا كلنا في المدرج في المحاضره واقفين على الباب كتير جدا جوه عايزين يخرجوا بره. لما بيخرجوا بيبقى الموضوع في الاول بسهوله جدا، اللي بيخرج الاول والتاني والتالت ورا بعض، لان هما بيخرجوا المدرج مليان وبره فاضي. بعد شويه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الناس تبتدي تتجمع جوه بره المدرج على الباب، فاللي هيجي يخرج من بره من جوه المدرج لبره هيبقى هيجد صعوبه بعد شويه، هيبتدي ايه؟ لازم بقى يزق الناس عشان يعرف يخرج، لازم هيبتدي ايه؟ يبوش. محتاجين ايه هنا؟ محتاجين قوه دافعه تخلي الناس تخرج من المدرج من جوه لبره، خلاص، لان العدد بقى جوه قليل والعدد بره كتير. نفس الفكره هنا، لما انا ببقى عندي المولكيولز بتاعتي جوه قليله وبره كتير، ببتدي انا محتاجه ابوش المولكيولز ده علشان بره الكونسنتريشن كتيره، محتاجه ابوش اخرج المولكيولز. فبنبوش المولكيولز او بنديله دفعه قويه بانرجي، وعلشان كده الاكتف ترانسبورت سميناه اكتف، لان احنا محتاجين فيه طاقه، محتاجين فيه انرجي، محتاجه ازق المولكيولز لبره، لان انا بزقه against concentration gradient. فالانرجي بتاعتي اللي انا هجيبها ازق بيها دي، اعمل بيها pushing او transport للمولكيولز، دي بتبقى في صورة مولكيولز اسمه ATP، اسمه ايه؟ ATP، ادينوزين ترايفوسفيت. طبعا الادينوزين ترايفوسفيت اكيد انتوا سمعتوا عنه قبل كده، وهناخده ان شاء الله في الفسيولوجي كتير، وهنتكلم عنه كتير، وهتاخدوه كمان في البايو كيمستري وتعرفوا تركيبه ايه وكده. مش يهمنا قوي غير ان احنا مهم جدا نبقى عارفين ان الATP هو الـ source of energy في جسمي. الـ ATP من المكونات بتاعته ان فيه 3 phosphates.
الترايفوسفيت دي بيبقى بينهم بوند. انا بجيب الانرجي ازاي؟ ان انا بكسر البوند اللي بين سكند فوسفيت والثيرد فوسفيت، بكسر البوند دي، بكسر، هي دي البوند اللي انا بكسر البوند دي. لما بكسرها بعمل لها بريك داون، بريكنج، بتديني لارج اماونت اوف انرجي، بتديني لارج اماونت اوف انرجي، يعني كميه كبيره من الانرجي. الكميه الكبيره دي من الانرجي هي اللي انا هستخدمها عشان ابوش المولكيولز او اترانسبورت المولكيولز من low concentration to high concentration gradient. يبقى دي تاني نقطة لازم ابقى عارفها كويس جدا في الactive transport. اول واحدة ان الـ concentration او transport بتاعي against concentration gradient. تاني حاجة ان هو need energy اللي هي في صورة الـ ATP. تالت حاجة ان الترانسبورت بتاعي، احنا متفقين من المره اللي فاتت ان الاكتيف ترانسبورت واقع في الديفيجن اللي اسمه كارير ديبندنت، اسمه كارير ديبندنت، ده السكند تايب اللي في الكارير ديبندنت ترانسبورت. فخلاص يبقى احنا لازم نبقى عارفين هو اكيد نيدز كارير، خلاص الكارير اندبندنت خلصناهم. انما احنا دلوقتي في الكارير ديبندنت، يبقى الفاسيليتيتد ديفيوجن اللي احنا خدناه المحاضره اللي فاتت ده الفيرست تايب اوف كارير ديبندنت. عندنا السكند تايب اللي هو الاكتيف ترانسبورت، ات نيدز كارير، ات مينز ان المولكيولز مش هينفع تبقى ترانسبورتد ثرو ذا سيل ميمبرين مثلا، فبالتالي لازم هنحتاج كارير ننقلها فيه. الكارير ده النيدز كارير هنتعرف على الانواع بتاعته ان شاء الله في المحاضره دي، هنعرف different types of carrier. يبقى دول 3 points اللي هم لازم ابقى عارفهم كويس جدا في الاكتيف ترانسبورت. لما اعرفهم خلاص يبقى انا كده تقريبا فهمت الاكتيف ترانسبورت عباره عن ايه. عشان افهمه اكتر بتبين لنا الاكتيف ترانسبورت ايه الفرق بين الباسيف والاكتيف ترانسبورت. شايفين الباسيف ترانسبورت اللي هو كان نوع الديفيوجن مثلا والفاسيليتيتد ديفيوجن، دولت التو تايبس بتوع الباسيف ترانسبورت. كان اهم ما يميزهم عن الاكتيف، شايفين دي المولكيولز اللي انا عايزه انقلها من جوه الخليه لبره الخليه او العكس مش هتفرق، هي دي المولكيولز من هنا لهنا. شايفين الكونسنتريشن بتاعها هاي بالنسبه لدول، وهنا هاي بالنسبه برضه للايه للاذر سايد. انما في الاكتيف ترانسبورت كانت المولكيولز كونسنتريشن اقل بكتير انسايد ذا سيل عن بره، فبالتالي انا محتاجه هنا انرجي اللي هي في صوره الاي تي بي، انرجي اللي هي في صوره الاي تي بي. يبقى المي اهم حاجه مختلفه من الباسيف ترانسبورت للاكتيف ترانسبورت ان انا الكونسنتريشن جريدينت عندي مختلف، هنا الباسيف من هاي تو لو، انما الاكتيف من لو تو هاي، فا اي نيد انرجي اللي هي في صوره الاي تي بي. اي نيد كارير زي بالظبط ما خدت في الفاسيليتيتد، لان دول هما التو تايبس اللي احنا اتكلمنا عنهم في الكارير ديبندنت ترانسبورت. انما الديفيوجن سيمبل ما كانش نيدز كارير، ده كان في الديفيجن بتاع الكارير اندبندنت. يبقى انا كده من السلايد دي فهمت اهم فرق بين الاكتيف ترانسبورت والباسيف ترانسبورت عشان ما اتلخبطش بينهم. كمان الاكتيف ترانسبورت عشان نكمل الكلام عنه هو divided into two types. الاكتيف ترانسبورت بنقسمه two types، الفيرست تايب اللي هو البرايمري اكتيف ترانسبورت، والسكند تايب اللي هو السكندري اكتيف ترانسبورت. البرايمري اكتيف ترانسبورت ليه سموه برايمري هنعرف دلوقتي، والسكندري برضو ليه سموه سكندري هنعرف لما ناخد السكندري اكتيف ترانسبورت على طول. يبقى انا عندي تو تايبس من الاكتيف ترانسبورت، برايمري وسكندري. ليتس بقى ان احنا نبتدي بالبرايمري اكتيف ترانسبورت. البرايمري اكتيف ترانسبورت المثال الشهير بتاعه حاجه اسمها سوديوم بوتاسيوم بامب. سوديوم بوتاسيوم بامب دي اشهر مثال لبامب او الاكتيف ترانسبورت الجسمي، يعني هنجيب سيرتها كتيره جدا 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 ان شاء الله لما نيجي نتكلم على كل تقريبا البرانشز في الفيسيولوجي. هتسمع سوديوم بوتاسيوم بامب مشهوره جدا، اشهر بامب في جسمنا. السوديوم بوتاسيوم بامب دي لو انا قلت لك ان ده السيل ميمبرين، ده السيل ميمبرين، مهم جدا نبقى عارفين وخدنا في الانترودكشن
ان الكونسنتريشن اوف مولكيولز او اينز اكروس ذا سيل ميمبرين مختلفه من بره لجوه. يعني خدنا ان المين اكسترا سيلولر كاتاين هو الصوديوم، ده هو المين اكسترا سيلولر كاتاين. طيب وخدنا كمان ان المين انترا سيلولر كاتاين هو البوتاسيوم، صح؟ مش احنا خدنا المعلومتين دول، عرفنا ان الصوديوم هو اكتر بكتير جوه بره من جوه، والبوتاسيوم اكتر بكتير جوه من بره، يعني كميه الصوديوم كتير بره وكميه البوتاسيوم كتير جوه. في طبعا اذر اينز برضو، بس مثلا احنا يعني بندي كده احنا كان دلوقتي على الصوديوم والبوتاسيوم بقى. طيب لو انا عرفت ان احنا عندنا في جسمنا مثلا خلايا، الخلايا بتاعتي بتاعت جسمي طول الوقت بتعمل اكشنز وبتشتغل وبتعمل فانكشن بتاعتها، فمثلا حاجه زي النيرف والماسل، مثلا الماسل عشان تو كونتراكت او النيرف عشان يعمل وظيفته اللي هي ان يبقى ستيميليتد، يتكهرب نكهربه وهكذا، طول الوقت في اينز عماله تتحرك، تتحرك من بره لجوه ايه في الخليه العصبيه او في خليه العضله او ايا كان الماسل، فتلاقي تملي الاينز ما بتفضلش ثابته، يعني مش طول الوقت الصوديوم طول الوقت بره وعمره ما بيدخل جوه الخليه، اكيد لا. والبوتاسيوم نفس الشيء، هل هو جوه فقط وما بيطلعش بره الخليه؟ برضو لا، لان دايما في اكشنز، دايما في فانكشنينج سيلز بتشتغل، فتملي بيبقى فيه دخول للصوديوم وتملي بيبقى فيه خروج للبوتاسيوم. لو انا فضلت طول ما الخلايا بتاعتي في جسمي سواء النيرف سيل سواء اي سيل تانية بتعمل فانكشن ويبتدي الصوديوم يدخل جوه الخليه والبوتاسيوم يخرج وهكذا، وفضلت اخلي الصوديوم يفضل يدخل، طب ما انا هفضل اخليه يدخل وابوظ بقى الايكوليبريم او النظام بتاعي بتاع الكونسنتريشن اوف اينز من بره لجوه اللي احنا عرفناه، اكيد لا. لازم تكون في حاجه طول الوقت بتخلي الصوديوم اللي داخل يخرج والبوتاسيوم اللي خرج يدخل تاني مكانه، فاحافظ على الكونسنتريشن بتاع كل اينز في مكانه. يبقى دايما في حاله ايكوليبريم، دايما ايه في حاله ثبات لكميه الاينز اللي احنا عارفينها ان الصوديوم قد ايه بره لجوه وهكذا. فعشان كده في حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب ده عباره عن نوع من انواع الكاريرز اللي هو بيشيل اينز، بيدخلها لي ويخرجها لي على حسب اتجاه ايه المكان اللي هو عايز ايه ندخل ونخرج. فالصوديوم بوتاسيوم بامب اللي انتوا شايفينها هي دي بقى الصوديوم بوتاسيوم بامب، لقوا ان فيها 3 صوديوم بايندينج سايتس. يعني ايه 3 صوديوم بايندينج سايتس؟ يعني هي بيمسك فيها 3 صوديوم، فيها اماكن يمسك فيها 3 صوديوم اللي هم مدورين دول، وليها كمان 2 بوتاسيوم بايندينج سايتس، يعني فيها اللي هو على شكل مثلث، حتى هنا نلاحظ ان البوتاسيوم على شكل مثلث، ليها 2 بايندينج سايتس للبوتاسيوم، يبقى هي بيمسك فيها 3 صوديوم و2 بوتاسيوم. هتعمل ايه لو انا عايزه مثلا اخرج الصوديوم تاني اللي دخل اخرجه بره؟ فيقوم يمسك الصوديوم، هي مفتوحه دلوقتي على جوه، هيمسك الصوديوم في التلاتة بايندينج سايتس، ولما يمسك هلاقي الصوديوم بوتاسيوم بامب لوحدها راحت فاتحة الناحية التانية وخرجت لي الصوديوم، وهي بتخرج الصوديوم تقوم تكاتش تاخد 2 بوتاسيوم من بره لجوه، تاخدهم تدخلهم في البايندينج سايتس بتاعت البوتاسيوم. لما هتاخدهم هتقفل وتفتح هي على جوه بعد كده وتدخل لي البوتاسيوم اللي انا جبته من بره تدخله لي جوه. يبقى كده انا عندي في البوتاسيوم بامب دي، الصوديوم بوتاسيوم بامب دي، 3 بايندينج سايت صوديوم 2 بوتاسيوم. ايه ده يا دكتوره؟ يعني ده معناه ان الصوديوم بوتاسيوم بامب مش بتدخل صوديوم، مش بتدخل بوتاسيوم قد ما بتخرج الصوديوم؟ ده في ريشيو، في 3 تو 2، في ريشيو في الصوديوم بوتاسيوم بامب 3 صوديوم تو 2 بوتاسيوم، صح؟ الريشيو دي هنعرف اهميتها. ليه ربنا ما خلقليش الصوديوم بوتاسيوم بامب بتدخل بوتاسيوم مثلا قد اللي بتخرج الصوديوم؟ ليه؟ هنعرفها في النيرف ان شاء الله، هنعرف ليه هي معموله كده او ايه اهميتها
او لما بتعمل الشكل ده بيأثر ازاي على الخلية، هنعرف كل التفاصيل دي، بس مش وقتها دلوقتي. انما وقتها دلوقتي ابقى عارف ان الصوديوم بوتاسيوم بامب دي one of the examples of primary active transport. ليه هي active transport؟ لان هي needs energy، بيبقى لازق فيها زي ما انتوا شايفين كده اهو، اللي هو 3 فوسفيت ادينوزين تراي فوسفيت مولكيولز. الادينوزين تراي فوسفيت اللي هو الاي تي بي هو ده السورس اوف انرجي بتاعت البامب. بستخدم البامب بتاعتي علشان انا محتاجه اخرج الصوديوم اجينست كونسنتريشن جريدينت، من اللو كونسنتريشن بتاعه اللي جوه الخليه للهاي كونسنتريشن بره. ومحتاجه الصوديوم بوتاسيوم بامب علشان ادخل البوتاسيوم اللي هو كان كتير جوه، ادخله ايه against concentration gradient. هو كتير جوه، لما انا ادخله يبقى انا من القليل للكتير، من low to high concentration، يبقى ده against concentration gradient. So I need energy اللي هي بجيبها من الـ ATP اللي لازق على الـ bump، او هو بيبقى لازق عليها enzyme اسمه ATPase enzyme. الـ ATPase enzyme ده اللي بيحول لي الـ ATP لـ ADP، فهي بتخرج صوديوم، بتدخل بوتاسيوم، وبتستخدم الـ ATP بتحوله من ATP adenosine triphosphate to ADP adenosine diphosphate. بتكسر الـ 2 او الـ bond اللي between الـ 2 phosphate molecule second and third phosphate، بتكسرها البوند اللي بينهم، تخرج لي واحد فوسفيت فيبقى ADP، وتطلع كمية الطاقة الكبيرة اللي في البوند. يبقى كده عشان نفهم الفكرة، الاكتف ترانسبورت هي اكتف، قلنا against concentration gradient from low to high. فالسوديوم بوتاسيوم بامب هي الاكزامبل الشهير بتاعي للبرايمري اكتف ترانسبورت. هي عملت ايه؟ هي خرجت لي الصوديوم من بره، من جوه الخليه لبره. سو من لو ولا من هاي؟ من لو، من لو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن اجينست. ودخلت لي البوتاسيوم من اللو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن، ات مينز اجينست برضه كونسنتريشن جريدينت. فالصوديوم اللي بامبد اوت 3 صوديوم، والبوتاسيوم اللي بامبد ان 2 صوديوم تو بوتاسيوم، علشان البايندينج سايت في البامب بتاعتي 3 صوديوم و2 بوتاسيوم. محتاجين الـ ATP طبعا. والـ ATP مين اللي استخدم هنا الـ ATP؟ اللي استخدم الـ ATP هي الصوديوم بوتاسيوم بامب بنفسها، بنفسها استخدمت الـ ATP، عشان كده سميناها primary active transport. هنفرقها عن السكندري. هقول لك ان البرايمري اكتف ترانسبورت اللي بيستخدم ال ATP او بيستخدم او اللي فيه الانزيم اللي بيكسر ال ATP اللي هو ال ATPase، هو نفسه الكارير اللي خرج ودخل الصوديوم والبوتاسيوم، هو نفسه، هو نفسه اللي فيه ال ATPase انزيم اللي هيكسر ال ATP، يعني هو اللي بيستخدم ال ATP. فعشان كده سموه primary active transport، يعني transport of sodium of potassium كان through الكارير اللي استخدم ال ATP. تمام. عندي another example للprimary active transport، وهو الكالسيوم بامب. كالسيوم بامب من اسمها هاد بامب ايه؟ اكيد الكالسيوم ايونز. بالظبط. اللي على الشمال دي هي الصوديوم بوتاسيوم بامب او الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، وبيسموها اي تي بيز لان هي برضو فيها زي ما اتفقنا الاي تي بيز انزيم اللي بيكسر الاي تي بي. على الناحية اليمين في الكالسيوم اي تي بيز او الكالسيوم بامب، هما الاثنين بنفس الاسم. بس دي هتعمل ايه بقى في الكالسيوم؟ دي هتخلي الكالسيوم بتاعي يبامبت من جوه الخلية لبره الخلية، من جوه لبره. الكالسيوم هنا هيبامب من intracellular للextracellular. ليه هنا الكالسيوم بيبقى pumped against concentration gradient؟ لان احنا عارفين الاكتف ترانسبورت كله against. ليه؟ لان الكالسيوم دلوقتي في جسمي، احنا برضه خدنا في الانترودكشن ان هو mainly مش موجود intracellular غير بكميات قليله جدا، انما
يعني يكاد يكون مش موجود، اللي موجود الكالسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد او في الاكسترا سيلولار سبيسز، او حتى لو موجود جوه الخليه فهو موجود في حته مقفول عليه، يعني مش موجود كده فريلي في السيتوبلازم. ليه؟ لان طبعا الكالسيوم لو موجود جوه الخليه هيعمل فانكشن، انا مش دايما هبقى محتاجه الفانكشن اللي بيشتغل من خلالها الكالسيوم، فبالتالي انا لازم اخلي الكالسيوم على طول موجود مش موجود جوه الخليه، وايه اللي هيعمل لي مشاكل. فطول الكالسيوم طول الوقت مش موجود جوه الخليه، عشان هدخله بسهوله خالص، لان هيخش من اكسترا سيلر تو انترا سيلر، يعني من كونسنتريشن هاي تو لو، فيخش بسهوله. انما اما اجي بقى اخرجه تاني، خلاص انا عمل الاكشن بتاعه وعمل الفانكشن المطلوبه منه، محتاجين بقى نرجع الكالسيوم تاني من جوه بعد ما اخلص الفانكشن، ارجعه تاني اكسترا سيلر فلويد، او ارجعه تاني في الساركوبلازميك ريتيكولم اللي هو المكان اللي موجود فيه جوه الخليه، عشان ارجعه. لما يرجع هيرجع من ايه بقى؟ هيرجع من low concentration to high concentration، هيرجع against concentration gradient، فبالتالي هيبقى محتاج ايه؟ active transport، محتاج بامب. فبنرجعه بالكالسيوم بامب اللي هي فيها ماسك فيها الـ ATPase enzyme اللي بيكسر برضو الـ ATP to ADP، نفس الفكرة بالظبط بتاعت الصوديوم بوتاسيوم بامب، ما عدا ان هنا بنعمل ايه؟ بنعمل transport لـ just one ايه؟ substance. الصوديوم بوتاسيوم بامب كنا بنعمل ترانسبورت تو سبستنس، هنا جاست وان سبستنس اللي هو الكالسيوم بامب، برضو اجينست كونسنتريشن جريدينت فروم لو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن، وبنحتاج الاي تي بي بنكسره لايه؟ لاي دي بي. السكند رياكتيف ترانسبورت المثال بتاعه بندي اكزامبل لمكان عندنا اللي هو الرينال تيوبيولز. احنا عارفين الكيدني عبارة عن انابيب كتيرة، تيوبيولز يعني انابيب كتيرة جدا جدا، لان الكيدني بيخش جواها السائل بتاع البلازما اللي هو سائل الدم، يعني بيدخل ونبتدي ننقي البلازما بتاعتي والدم بتاعي من ايه؟ من اي ويست برودكتس، اي حاجات انا مش محتاجها، وايه بنقيها عن طريق ان ايه؟ ان احنا بنرجع كل حاجه الدم، والباقي بقى الويست برودكت بنرميه في اليوريا. طبعا دي قصه هنحكيها بعدين قوي قوي، بس ايه يعني في الاخر الرينال تيبيوز اللي هي التيبيوز اللي قدامكم دي بيبقى عباره عن انبوبه، والانبوبه دي لايند او متبطنه بسيلز، وماشي في النص هنا السائل اللي انا بعمل له ايه؟ تنقيه. طبعا بعمل له تنقيه بمعنى ايه؟ ان انا اي حاجه محتاجها برجعها جوه الخلايا تاني، ما برميهاش في اليورين، هتنزل في اليورين، هتنزل في البول لو انا سبتها ماشيه، وهتنزل في الاخر في اليورين. لا، انا برجع كل حاجه، برجع الجلوكوز والامينو اسيدز، ما انا بفلتر البلازما، يعني بنزل البلازما. ده سائل كان الاول مليان الكومبوننت بتاعت البلازما كلها، كل مكونات البلازما، فطبعا مش هينفع خالص ان انا ارمي جلوكوز امينو اسيدز، ارمي صوديوم بوتاسيوم، محتاجه ايه؟ ان انا ارجعهم تاني هنا، ارجعهم جوه الخليه وبعدين يرجعوا تاني بقى ايه في البلاد بعد كده. فاحنا هناخد واحده خليه واحده من دول، اهي يعني دي هي دي بالظبط، هي زي دي بالظبط، واقول لك مثال على مولكيولز انا عايزه ارجعه تاني جوه الخليه وبعد كده للدم. هنا طبعا هيبقى ماشي الايه؟ السائل اللي احنا قلنا الفلتريت او السائل اللي انا بنقيه في اليومن بيبقى ماشي كده خلاص، وهو ماشي بنرجع بقى منه كل المولكيولز اللي انا محتاجه ايه ارجعها وادخلها تاني جوه ايه؟ جسمي. مش هينفع تبقى اكسكريتد بعد كده واخرجها بره جسمي في صوره يورين، مش معقوله هنفقد كل ايه اللي في جسمي. فبنرجع معظم الحاجات. فمن الحاجات اللي بقى محتاجه ارجعها الجلوكوز. الجلوكوز بيرجع ويخش جوه ايه؟ السال تاني، والصوديوم وهكذا. طيب الجلوكوز صوديوم والصوديوم الاثنين بيخشوا من خلال كارير واحد، من خلال كارير واحد اللي هو ده اللي باللون اخضر اللي قدامنا ده، ده الصوديوم والجلوكوز بيخشوا من خلال هذا الكارير. الصوديوم والجلوكوز بنسميه حتى صوديوم جلوكوز ترانسبورتر، والصوديوم جلوكوز ترانسبورتر ده لما بدخل في الصوديوم والجلوكوز،
الصوديوم والجلوكوز بعد كده بيخشوا جوه الخلية وهنشوف هيحصل فيهم ايه. بس هل انا في الكارير ده كنت محتاج انرجي؟ يقولك لا، مش بنحتاج انرجي. ليه؟ علشان الصوديوم اصلا جوه الخلية احنا عارفين ان كميته بتبقى مش كبيرة خالص، هو اصلا مش جوه، مش ايونز موجود جوه الخلية، ده هو مين اللي بره. فبالتالي هو بيخش with concentration gradient، يعني من الهاي تو لو. والصوديوم الحقيقة طيب، بيحب يدخل، لما يخش ما يخشش لوحده، يخش معاه حاجة، فدايما بيساعد الجلوكوز، بيساعد الامينو اسيدز انها تخش معاه، يعني بيخشش لوحده، ترانسبورتر بيفتح يدخل الاثنين مع بعض. فيقوم الصوديوم لما يخش with concentration gradient هيدخل معاه الجلوكوز، وكده يبقى الجلوكوز ده جوه الخلية ولا احتاجنا انرجي ولا حاجة. طب امال ليه يا دكتوره سميتيه اكتف ترانسبورت؟ لما احنا محتاجناش انرجي والجلوكوز دخل بسهوله جدا بالترانسبورتر مع الصوديوم. هقول لك ان لما الصوديوم يخش من هنا لحد جوه الخليه هيفضل يخش، وبعدين لو فضل الصوديوم هنا كتير هيفضل يتراكم الصوديوم، يتراكم الصوديوم، وانا عماله ادخل في صوديوم ثرو ذيس ترانسبورتر، هدخل صوديوم كتير جدا. بعد شويه الصوديوم هيحصل فيه ايه؟ هيتراكم كتير جدا ويبتدي الكونسنتريشن يتقلب. يبقى بدل ما كان من هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن وويز الكونسنتريشن جريدينت، هيبتدي الدنيا تتغير. هيبتدي يحصل ايه؟ يحصل ان الكونسنتريشن بتاعي هيبقى من اللو تو هاي، وساعتها احتاج انرجي فمش هينفع. فيقول لك عشان الحكايه دي تكمل والصوديوم ترانسبورتر يفضل مكمل، لان هو مش ما بيستخدمش انرجي، هو مش ماسك فيه اي تي بيز انزايم، فعشان يفضل مكمل ويفضل الترانسبورت ده مكمل لازم دايما اتخلص من هذا الصوديوم اللي بيخش جوه الخلايا، لازم اتخلص منه باي شكل. هتخلص منه ازاي؟ ده انا كده عشان اتخلص منه محتاج انرجي، محتاج اكتف ترانسبورت. ليه يا دكتوره محتاج اكتف ترانسبورت؟ علشان انت الصوديوم بتاعك ده جوه الخلية وانت هتخرجه بره الخلية، يعني مع الكونسنتريشن الهاي. يعني هت كده لو انت خرجت الصوديوم ده اللي كان هنا جوه الخلية للاكسترا سيلينر، ده معناه انك هتعمل كونسنتريشن او الترانسبورت بتاعك من اللو تو هاي، من اللو تو هاي. هتقولي ما هو يا دكتورة هنا صوديوم كتير قوي، ما هو تراكم صوديوم، مهما تراكم صوديوم جوه الخلية عمره ما هيبقى قد الاكسترا سيلينر. فبالتالي لسه هنا اللو، هنا لو كونسنتريشن وهنا هاي كونسنتريشن، خلاص. يبقى انا كده هنقل من الايه، من اللو تو هاي. وبما ان انا هنقل من لو تو هاي يبقى انا محتاجه اكتف ترانسبورت، محتاجه بامب اللي هي الصوديوم بوتاسيوم بامب، وعشان كده هنا في صوديوم بوتاسيوم بامب هي اللي هتخرج لي الصوديوم بره الخلايا. فيما عدا ذلك الصوديوم مش هيعرف يخرج ابدا، لازم، ما ينفعش هنا بقى ايه، لا فاسيليتيتد ديفيوجن ولا سيمبل ولا حاجه، لازم اخرجه بالبامب لان هو اجينست كونسنتريشن جريدينت. طيب يبقى الصوديوم بوتاسيوم بامب محتاجه انرجي، محتاجه اي تي بي، محتاجه اي تي بي. طيب عشان كده انا بقى سميت ال ترانسبورت ده برايمري اكتف ترانسبورت، سميت الترانسبورت بتاعي ده primary active transport اللي هو sodium potassium pump، واحنا عارفين ليه بقى ده سميناه secondary active transport. سميته secondary active transport علشان ده secondary الترانسبورتر ده نقل الصوديوم والجلوكوز secondary to the active transport of sodium potassium pump. تاني احنا بنقول ان الصوديوم اللي هنا اللي جوه الخليه هنقله لبره الخليه، هعمله ترانسبورت من جوه الخليه لبره بالبرايمري اكتف ترانسبورت اللي هو استخدمنا فيه الصوديوم بوتاسيوم بامب. مفهومه دي واحنا عرفناها، بنستخدم انرجي طبعا. طيب لو انا ما كنتش نقلت او خرجت الصوديوم من جوه لبره، كانت الترانسبورتر ده بعد شويه مش هيعرف يشتغل وكان هيقف. ليه هيقف؟ لان هو بيشتغل لما الكونسنتريشن تكون with concentration gradient، يعني من high to low.
بعد شويه هيبقى الكونسنتريشن مش من هاي تو لو ولا حاجه، لان الصوديوم هيزيد جدا جوه الخليه، فبالتالي الترانسبورتر ده هيقف. فعشان يفضل شغال ويفضل الصوديوم والجلوكوز يتنقلوا، او الجلوكوز ترانسبورت يفضل يتنقل جوه الخليه، لازم يكون الصوديوم ده بيخرج، لازم يخرج. فلازم استخدم مع ده، استخدم معاه البامب كمان، وبالتالي هقول ان الجلوكوز ترانسبورت سكندري للاكتيف ترانسبورت بتاع الصوديوم بوتاسيوم بامب، مش برايمري. مش برايمري ليه؟ لان مش هو بنفسه الترانسبورتر ده هو اللي ماسك فيه الاي تي بيز انزيم وهو اللي كسر الاي تي بي، مش بنفسه هو اللي استخدم الاي تي بي. امال مين اللي استخدم الاي تي بي؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب. بس الصوديوم بوتاسيوم بامب ما نقلتليش الجلوكوز، مين اللي نقل الجلوكوز؟ الجلوكوز ترانسبورتر ده. يبقى بالتالي الجلوكوز ترانسبورت باي جلوكوز ترانسبورتر اللي كان موجود على اليومينال بوردر اللي ناحيه اليومن ده اتنقل او اشتغل نتيجه سكندري للتكسير او للاكتيف ترانسبورت بتاع الصوديوم بوتاسيوم بامب. فهمتوا؟ فبالتالي الانرجي اللي انا استخدمتها، الاي تي بي اللي انا استخدمته في نقل الجلوكوز، ما كانش استخدام دايركت للجلوكوز ترانسبورتر، انما كان استخدام لل او يعني اللي استخدمه الصوديوم بوتاسيوم بامب وليس الجلوكوز ترانسبورتر. فعشان كده بنقول ان الاي تي بي هنا ان دايركت. دي كده الاكزامبل بتاع السكندري اكتيف ترانسبورت. قلنا ان السكندري اكتيف ترانسبورت من الامثله بتاعته موجوده في الرينال تيبيول، ولما كبرنا خليه واحده من الرينال تيبيول وشفنا الترانسبورت اللي بيحصل ثرو ذا اليومينال بوردر، وكان الاكزامبل بتاعي اللي هو الجلوكوز ترانسبورتر اللي هيدخل الجلوكوز جوه الخليه، عشان بعد كده طبعا هخرجه تاني ويخش على الدم وارجع تاني الجلوكوز في الدم. كان الاكزامبل بتاع الجلوكوز ترانسبورتر ده كان سكندري اكتيف ترانسبورت. ليه كان سكندري اكتيف ترانسبورت؟ لان لما الجلوكوز دخل جوه الخليه مع الصوديوم، عشان نفضل ندخل طول الوقت جلوكوز ويفضل الترانسبورتر ده شغال، محتاجين الصوديوم اللي احنا دخلناه او دخلنا معاه الجلوكوز يخرج بره. هيخرج بره بالصوديوم بوتاسيوم بامب، هيخرج بالصوديوم بوتاسيوم بامب، ودي محتاجه انرجي اللي هي بتستخدم الاي تي بيز انزيم، فهي بتستخدم الاي تي بي دايركتلي. انما الجلوكوز هيستخدم اندايركت يوز للاي تي بي، بسبب ان هو اشتغل لما الايه الصوديوم بوتاسيوم بامب كانت شغاله، فهو سكندري للاكتيف ترانسبورت اوف صوديوم بوتاسيوم بامب. كده يبقى انا اقدر اقول لك ان السكندري اكتيف ترانسبورت بتاعي اللي هو الجلوكوز اهو اتنقل، وده الصوديوم اتنقل هما الاثنين ثرو ا كارير لجوه الخليه. دخلت الجلوكوز والصوديوم الاثنين في اتجاه واحد سكندري للترانسبورت بتاع الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي احتاجنا الاي تي بي. الاي تي بي استخدمناه فين؟ هل هنا ولا هنا؟ لا، استخدمناه مع الصوديوم بوتاسيوم بامب. فمين اللي استخدم الاي تي بي؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي هو برايمري اكتيف ترانسبورت، سميناه برايمري ليه؟ علشان ده اللي ايه اللي استخدم الاي تي بي. هل ده استخدم الاي تي بي؟ لا، ما استخدمهاش دايركتلي، ما استخدمهاش دايركتلي، انما كان لازم لما نيجي نشغله يكون الصوديوم بوتاسيوم بامب كمان شغاله، لان لو الصوديوم بوتاسيوم بامب مش شغاله ده هيوقف. فبالتالي هو محتاج الصوديوم بوتاسيوم بامب، محتاج الاي تي بي بتاع الصوديوم بوتاسيوم بامب، فهو استخدم الاي تي بي بس اندايركت، في صوره اندايركت. طيب عشان نفهم بقى القصه بتاعت ان بصوا هنا السهم بتاع الجلوكوز والصوديوم الاثنين في نفس الاتجاه، انما هنا الصوديوم والبوتاسيوم واحد، الصوديوم هو بيخرج، انما هنا الترانسبورتر بتاعي او الكارير او البامب بتاعتي دخلت البوتاسيوم وخرجت صوديوم، عكس بعض. وده اللي هيفهمنا التايبس اوف كاريرز اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. عندي different types of carrier
عندي كاريرز بيدخل اللي هي زي في صورة channels أو carrier بتدخل just one substance، فبالتالي in one direction. والإكزامبل الشهير اللي احنا خدناه النهاردة اللي هي الكالسيوم pump بتدخلها في one direction، وهي بتدخل just one molecule في one direction، فسموها uniport. uni يعني واحد، وport اللي هو زي مدخل أو يعني حاجة بتدخل أو بوابة، فسموها uniport. عندي هنا two substance أو two molecules هيدخلوا أو يخرجوا. لو أنا two substance بتوعي بيبقوا transported في نفس الاتجاه in the same direction في one direction، زي ما خدنا في الصوديوم and glucose transport اللي هو الجلوكوز transporter اللي هو كان دخول الصوديوم مع الجلوكوز في الاكزامبل بتاع secondary active transport، كان الاثنين بيدخلوا في نفس الاتجاه فسموه سيمي بورت، يعني نفس similar direction. انما الانتي بورت اللي هو واحد بيدخل والتاني بيخرج، يعني in different direction، يعني two substance in two direction او in different عكس بعض. انتي يعني ضد بعض. البوابة بتاعتي بتدخل two molecules بس كل واحد مش في نفس الاتجاه، اتجاه مختلف. فده الاكزامبل طبعا بتاعها الصوديوم بوتاسيوم pump. يبقى دول three types of carriers: uniport, antiport, simport. التلاتة دولت هما التو او الثري تايبس اوف كاريرز بتوع اللي احنا درسناهم النهارده. بعد الاكتيف ترانسبورت كان في ترانسبورت تاني اسمه فيزيكولر ترانسبورت. فيزيكولر ترانسبورت لان احنا في الترانسبورت ده بننقل من خلال فورميشن اوف فيسيكلز، من خلال فورميشن اوف فيسيكلز. هننقل ايه بالترانسبورت ده؟ هننقل very big substance، substance بس كبيرة شوية. طب ما احنا استخدمنا دكتورة substance كبيرة قبل كده واستخدمنا الفاسيليتيتد. هقول لك الفاسيليتيتد ديفيوجن دخل جلوكوز، هيدخل امينو اسيدز، substance برضو صغيرة. طب البروتينز بقى الكبيرة، لو عايز دخل بروتينز حاجة كبيرة قوي اكبر بكتير من المولك بتاع الجلوكوز، ساعتها مش هعرف ادخلها بالفاسيليتيتد ديفيوجن، انما ممكن ادخلها او اخرجها بالفيزيكولر ترانسبورت. يبقى هي very very big substance بندخلها ونخرجها من خلال الفورميشن بتاع حاجة اسمها vesicles. vesicles بنعمل vesicles، والvesicles دي هي اللي بدخل فيها substance اللي أنا عايزة أعمل لها ترانسبورت ايه جواها، يقوم بعد كده ايه أعرف أدخلها وخرجها من الخلية زي ما هنشوف دلوقتي. عندنا two types الفيزيكولر ترانسبورت: endocytosis وإكزوسيتوزيس. الإندوسيتوزيس من اسمها إندو يعني هدخل، entry of substance inside the cell. وإكزو يعني exit، هخرج بره الخلية. exit of substance outside the cell. تعالوا نتعرف على two types دولت ونعرف كل واحد فيهم بيشتغل ازاي. الاندوسيتوزيس نركز بقى على السهم اللي هنا اللي هو ايه هيدخل، يعني ده الممبرين بتاع الخلية ودي الناحية اللي بره، ودي السبستنس اللي هي بالاخضر اللي انا عايزة ادخلها البروتين مولكيولز، يعني بروتين مولكيولز او خلية حتى لو صغيرة، اي حاجة عايزة ادخلها جوه هذه السل. ده الانسايد. هعمل ايه؟ هلاقي ان الممبرين بيبتدي يحصل له حاجه اسمها انفاجينيشن، يعني بيبتدي زي ما بيكون ايه بيلم كده على السبستنس دي، بيحاول يلم عليها كده، يعمل تجويف كده ويلم على السبستنس، يفضل يلم عليها لحد ما ايه ما يتقفل فيسيكلز حوالين السبستنس. خلاص الممبرينز كده بتابروتش على السبستنس وتقوم ايه تعمل vesicles، تعمل حويصلة حوالين ايه زي ساك كده حوالين الايه الحاجة اللي انا عايزة ادخلها جوه اللي هي very big substance. بعد كده بيحصل separation لهذه vesicles من الممبرين وتسيب وت ايه
وتبقى بعد كده السبستنس دي الفاسكل دي تبقى فريلي كده موفينج في السيتوبلازم. يبقى ده كده انا دخلت السبستنس دي من خلال عمليه الاندوسايتوزيس اللي هي جزء من الفيزيكولر ترانسبورت، يعني فورميشن اوف فاسكلز جواه السبستنس اللي انا عايزه ادخلها جوه الخليه. دي يا اما تكون في صوره حاجه اسمها فاجوسايتوزيس، فاجو يعني باكل اكل، وده اللي هو السيل ايتنج، وده الاكزامبل الشهير بتاعه جدا اللي هو هياخده ان شاء الله في الاميونيتي. مثلا ان انا بيبقى عندي الخليه اللي هي كرات الدم البيضاء، لما بتبقى عايزه تاكل اورجانيزم او فورين بادي او مايكرو اورجانيزم صغير خلاص، بتقوم بتاكله جواها، بتدخله جواها، بتدخله على الممبرين، تعمله انفاجينيشن وتاكله وتدخله في صوره ايه فاسكتس. خلاص ما بيبقاش فيه فلويدز ولا حاجه، مش فلويدز، هي بتعرف تاكل المايكرو اورجانيزم لوحده من غير الاكسترا سيل فلويد، فبنسميه فاجوسايتوزيس. في حاجه تانية ساعات بيبقى فيه مولكيول سسبندد في السيتوبلازم في الاكسترا سيل فلويد، سسبندد في الفلويدز، ومش بعرف افصلها عن الفلويدز بتاعي، فبيبقى محتاجه ان انا عشان ادخلها جوه السل ان انا اخدها ومحوط معاها شويه اكسترا سيل فلويد، فبنسميها سيل درينكينج، لان انا عملت انفاجينيشن لجزء من السائل بتاع الاكسترا سيل فلويد ومعاه سسبندد فيه شويه ايه سبستنس اللي انا عايزه ايه ادخلهم جوه، فبنسميه سيل درينكينج او بينوسايتوزيس. بينوسايتوزيس سيل درينكينج، انما الفاجوسايتوزيس سيل ايتينج، يفرقوا عن بعض جدا. خلاص دي بنستخدمها في حاجات ودي بنستخدمها في حاجات. سيل ايتينج مينلي في الانفاجينيشن او الفاجوسايتوزيس اوف وايت بلاد سيلز تو ديفرنت مايكرو اورجانيزم، للمايكرو اورجانيزم اللي انا عايزه ادخلها جوه ايه الوايت بلاد سيلز، عشان بعد كده الوايت بلاد سيلز هتتعامل معاها زي ما هنشوف الايميونيتي. خلاص. والبينوسايتوزيس بتبقى سبستنس سسبندد في الاكسترا سيل فلويد، وانا ببقى محتاجه ايه اعمل لها انفاجينيشن في فاسكلز، بس عشان ادخلها بدخل ببلع الاكسترا سيل فلويد وبيبقى من جواه في السبستنس، فببلع جزء من الاكسترا سيل فلويد، يعني كاني بشرب شويه من الاكسترا سيلولر فلويد، اسمها سيل درينكينج. النوع الثاني اللي هو الاكزوسايتوزيس، شوفوا بقى اتجاه السهم العكس، يعني بيبقى عندي سبستنس عايز اخرجها، وطبعا من الامثله الشهيره جدا بتاعها ان بيبقى عندي جلاند، الجلاند دي بتعمل هرمونز، الهرمونز بتبقى عاده المولكيولز بتاعتها او السايز بتاعها بيبقى كبير شويه، بتبقى مثلا ممكن معموله من البروتينز، فانا عايز اخرجها من الجلاند، خلاص انا صنعتها جوه الجلاند وهبتدي ايه اخرجها من الجلاند تمشي في البلد لحد ما تروح للمكان اللي هي عايزه تشتغل عليه هذه الهرمونز. فلازم عشان اخرجها، ما ينفعش اخرجها ثرو ذا سيل ميمبرين بالطرق العاديه التقليديه بتاعتنا، محتاجه برضو نفس الفكره، فهخرجها بالفيزيكولر ترانسبورت، هحطها جوه فاسكلز، والفاسكلز دي هتبتدي تخرج بس بالعكس، يعني كاني حطيتها في فاسكلز، الفاسكلز دي بعد كده هتلزق في الميمبرين وتبتدي يفتح الممبرين من الناحيه الثانيه ويخرج السبستنس او الهرمونز من بره الجلاند ويمشي بقى في البلاد وايه ويعمل الاكشن بتاعه، سواء هي جلاندز هرمونز، ممكن انزيمز كمان لو هي لارج سايز، او اكزامبل تاني النيرف سيلز. النيرف سيلز بتاعتي الاندنج نهايات الاعصاب، نهايات الاعصاب بيبقى فيها فيسيكلز، الفاسيكلز دي جواها النيورو ترانسميترز او الكيميكال ترانسميترز اللي هو ناقل الاشاره، بينقل الاشاره من هذا العصب للعصب اللي جنبه، مثلا عشان انقل الاشاره بنقلها الحقيقه في صوره كيميكال ترانسميترز، يعني بننقل الاشاره من خلال ناقلات، الناقلات دي اللي هي بيبقى جواها مثلا النيورو ترانسميترز او السبستنس اللي انا عايزه انقلها، دي بتبقى موجوده جوه الفاسكلز، الفاسكلز بتفتح على الممبرين اللي في نهايه العصب وايه وتطلع بره السبستنس تروح تستيميليت او اكتيفيت انذر نيرف. خلاص يبقى النيرف سيلز في نهايته في فاسكلز مليانه كيميكال ترانسميترز اللي هي هتنقل بعد كده الاشاره، ودي بتخرج برده بالفيزيكولر ترانسبورت، نفس الفكره بالظبط.
دي اسمها اكزوسايتوزيس، لان انا ما دخلتش جوه الخليه وانما خرجت بايه؟ بالاكزوسايتوزيس. لو احنا حبينا كده يعني نتست فهمنا للموضوع وسالتكم يا ترى الاكسجين او الصوديوم لما كانوا بيخشوا جوه من الخليه او يطلع او ايا كان الدايركشن، كان بيحصل القصه دي من خلال ايه؟ انه نوع من الترانسبورت او انه تايب؟ بالسيمبل ديفيوجن طبعا. الجلوكوز احنا خدنا المثال بتاعه طبعا الشهير اللي هو الفاسيليتيتد ديفيوجن، انما اللي خدناه النهارده اللي هو خروج الصوديوم ودخول البوتاسيوم كان من خلال الصوديوم بوتاسيوم بامب، وده كان نوعه الاكتيف ترانسبورت. كده احنا خدنا الترانسبورت اكروس ذا سيل ميمبرين كله بانواعه او بالتو ديفيجنز بتوعه والانواع تحت كل ديفيجن. يكون الموضوع سهل وظريف، ونكمل ان شاء الله المحاضرة القادمة. Thank you.